هذا سائل يقول: هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين أو الخوارج؟ لا، الخوارج يا أخي يكفرون المسلمين، ما هم يكفرون الكفار، يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء هم الخوارج. نعم، وبقية السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين أو الخوارج؟ منهج أهل السنة والجماعة، تكفير المشركين بالقبور أو غيرها هذا منهج أهل السنة والجماعة، ما هو منهج الخوارج. الخوارج يكفرون المؤمنين، المؤمنين ما هم بالمشركين، في فرق بين هذا وهذا. نعم.